الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا سيدي تفضل. ماشي تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال العلامة شمس الدين الخطيب رضي الله عنه عن شيخنا، شارحا كلام القاضي أبي شجاع رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا بهم في الدارين آمين. فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات، وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق. الآن ما زلت أؤكد على حضراتكم أن الطلاق بالطريقة الهمجية اللي بتحصل الآن ده خطأ كبير، ولكن هل يقع أم لا؟ هي يا شيخ أحمد يقع يا سيد، الله يفتح عليك. يعني مثلا هو المطلوب منا اولا الغضب، ونبهنا على الغضب وكلمنا عنه كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليه رجل فقال اوصني، قال لا تغضب، فردنا مرارا قال لا تغضب. ثانيا في بعض روايات الحديث اوصني بعمل يدخلني الجنة وأقلل علي، انتبهوا من السؤال، أوصني بعمل يدخلني الجنة وإيه؟ قال لا تغضب ولك الجنة. أوصني بعمل يدخلني الجنة وأقلل علي. رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي إيه؟ يعني يجيب لك كلمتين ما شاء الله تقعد تفهم فيهم عمرك كله. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. ونبهت على حضراتكم أن عدم الغضب هيترتب عليه كل شيء جميل. عدم الغضب يعني عدم ايه؟ المشي بمقتضاه والاستمرار، استرسال، وكسر ساعة طاخ، ساعة تكسرها، محمول يكسره، إزازة زايدة طاخ يكسره، وتبص تلاقي ايده ايه؟ فتح الطوالي من هنا لحد هنا. عايزة كم غرزة؟ 10 شوية، 10 كف ده شبر وشوية، عايزه 30 غرزة. ويعطل من عمله يا عيني، ويقول لك اصله كان غضبان يا حبيب قلبي، ما كانش داري بنفسه. طيب ما كانش داري بنفسه ده، الشيخ احمد لو عليك له 100 جنيه قلت له خد يا عم فلوسك، اديت له 5 جنيه هيقبلها؟ ها محال. يعني مش مجنون ولا حاجه، لكن الغضب
استولى عليه ضيع ايه؟ يغلط في عمه، يغلط في ابوه، يغلط في خالته. يا عم انت قلت لابوك كذا، يقول لك انا لا يمكن، ما يحصلش ابدا، يعني انا اعمل لك ايه؟ لا قلت. فهنا حضراتكم الاول مطلوب زي حضرتك ما استحللت المرأة بكلمة في هدوء أعصاب وفي فرح ودولولولولي ومش عارف ايه، أنا عايز الطلاق يكون برضو في هدوء أعصاب وبعد ايه تفكير وبعد ايه روية بعد مشاورة أطلق. لا ما طلقش، ما يجيش كده ايه أحدف زي الهبل كده. القرآن الكريم أباح الزواج، أباح المرأة بكلمة، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن إيه بكلمة الله، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا قويا غليظا. فلذلك القرآن الكريم وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بقدر حرص القرآن والسنة المطهرة والشريعة والدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بقاء الحياة الزوجية يقابله حرص الملعون إبليس العدو، ما هو ده عدوكم، إن الشيطان إيه لكم عدو فاتخذوه عدوا. بقدر حرص إبليس على إيه؟ على تفكك الأسرة. يجي كل يوم عايز ايه تقارير، ينصب عرشه على الماء كما في صحيح مسلم، ويأتيه الشيطان يقول ما زلت به ايه حتى ترك الصلاة، اذهب انك لم تفعل شيئا. يجي بقى الشيطان يقول ما زلت به ايه حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له نعم انت، نعم انت، او نعم انت، ويلتزمه ويقبله فرحان. ما هو عدو الاول، الحاكم او القاضي بينظر بين الرجل والمرأة، ايه يا جماعة المشاكل اللي بتعملوها دي، ده هو اللي بيقوله، هو اللي بيعيد مش عارف ايه، هي المرأة بتقول كده والرجل ده هي اللي بتعمل وبتسوي مش عارف ايه ما بتحترمنيش. طيب خلي شوف الخطوات، هنبعت لهم راجل طيب زي عم الشيخ احمد يجاورهم شوية، يسكن جنبهم، نشوف اخبارهم ويدي تقرير عنهم. التبس الامر اشد فابعثوا ايه حكما من اهله وحكما من اهله، كل ده ما فيش ايه، ما فيش طلاق. تعالى يا شيخ احمد انت والشيخ مصطفى، الشيخ احمد قريبها والشيخ مصطفى انت قريب الراجل، طيب اقعدوا بقى وشوفوا الحكايه ايه. هي توكل وكيلها وهي وكالة، وهما وكيلان، وهما وكيلان للزوجين، هو بيوكل وكيله في طلاق وخلع وقبول عوض بخلع إذا احتاج الأمر لذلك يعني، وهي بتوكل وكيلها في خلع وقبول طلاق بدون إيه، بدون بذل عوض أو ببذل عوض وخلع. تأمل بقى الآية بتقول إيه، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنا عندي ضمائر، إن يريد مثنى ويوفق الله بينهما أيضا مثنى، يريد مين بقى اللي يريد؟ الحكمان أو الزوجان. نعم، إما الحكمان أو الزوجان. إما الحكمان أو الزوجان، أحسنت. طيب ويوفق الله بينهما بين مين؟
أيوة يوفق الحكمين. كل ده قبل إيه؟ قبل كلمة طلاق. كل هذا حرص على بقاء الحياة الزوجية. وأنا لا أحب أن أسمع المرأة تقول أنا عايشة معاه بس عشان جوز العيال. لو مش العيال ما كنتش عايشة معاه. ليه؟ ما هو جوزك برضو. ما تسمعيش كده. أقول أنت حبيبي. والرسول صلى الله عليه وسلم الشارع الحكيم أباح الكذب. أباح الكذب في إيه؟ ها؟ ولم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديث الرجل امرأته. يعني أنا كنت أظن حكاية حب فقط، تقول أنا بحبك ولا لا بحبك، لكن اتضح لنا أن في أمور كثيرة في الحياة الزوجية من حق ممكن الزوج إيه يكتمها عن المرأة. يعني مثلا في ستات محترمات، لم أزل حضرات الستات، لو عرفت أن جوزها بيأخذ 25,000 جنيه في الشهر، يا لهوي هتفقدهم مش كده؟ طيب لو قال لها أنا بقبض 12، ها ممكن ممكن لا ممكن يا مش لابد لا فينس وانا عقلة لا انا اعرف ستات هي اللي ماسكة العهدة وجوزها لما بيعوز 100 جنيه ولا 5 جنيه يقول لها 5 جنيه عشان اشتري بها كذا. نعم هي اللي ماسكة العهدة هو ملوش جواب حاجة. نعم موجود. لكن يعني لو في احتاج الى الكذب او مثلا قصة الرجل الذي شكوه لعمر بن الخطاب طلق مراته تعال يا راجل طلق مراتك ليه؟ قال له اسألها يا أمير المؤمنين. قال له اسألها عن ايه؟ قال بقول لها بتحبيني؟ قالت لا. قال لها ازاي تقول لجوزك كده يا ولية؟ قالت له يا أمير المؤمنين بيقول لي بتحبيني؟ قلت له اه بجد بجد صحيح صحيح بحبك وبموت فيك وانت روحي وعقلي. عايز يحلفها بالله هي ما بتحبوش. قال لا طب قولي والله بحبك. قالت له لا حد كده مش احلف بالله كده. فقال سيدنا عمر قال ايه كلمة رجل كان عبقري كان عجيب سيدنا عمر. قال له اذهب يا رجل اتظن أن البيوت كلها تقوم على المحبة. واضحة؟ ها؟ لا مش حكاية مودة. أتظن أن البيوت كلها تقوم على المحبة؟ في اللي بيقول لك يلا أدينا أمر لله أدينا عايشة ما أضل رجل ولا أضل حيطة. وفي اللي عايش ما عايشة أقول والله يا سيدي هي قضية بتخدم العيال وتعمل لها لقمة لكن انا ما بقبلهاش لو حد انا كنت طلقتها. ففي اسباب كثيرة يعني. لان الآية تقول مودة ورحمة ارتفعت المودة بقيت الرحمة. واذا ارتفعت الرحمة مودة المودة المصيبة وجعل بينكم نعم وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية الأخيرة بقى بتوع سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها إيه فلا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما من ومين أيوة أي يصلح بينهما بين من ومين والصلح خير أو أي الصالحة. دي صورتها إيه إذا رأت المرأة أن جوزها يعني ممكن معرض عنها وخلاص مش قابلها وأمكانها ترضيه. ترضيه بإيه؟ بأي وسيلة. يعني لو كانت شفنا بعنينا موظفات وبعدين هي تاخد فلوسها 50 قرشين اللي بتقبضهم تحطهم مش عارف تصرف في البيت. يا ولية صرفي لأ
يقعدوا يتخانقوا مع بعض. لا، تعال يا حبيبي، انت عايز ايه؟ عايز نص المرتب خده، وإذا كنت عايز المرتب كله خده، بس يبقى بينهم ايه؟ بينهم وبين بعض بينهم ايه؟ فلا جناح عليهما، الزوج والزوجة، أن يصلحا ايه؟ بينهما صلحا، أو أي الصالحة يتصالحا يعني. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. هي مثلا هو متجوز عدد ثلاثة مثلا، وهي كبرت شوية، ولا هو عايز ايه؟ مش عايز، تقول له خلاص أنا عايشة معاك وهبت يومي لحبيبتك ايه؟ سعدية. يبقى يبات عند سعدية ليلتين، يبات عند الثالثة ايه؟ ليلة مثلا. زي مين اللي وهبت يومها لعائشة؟ سيدة سودة رضي الله تعالى عنها. المهم احنا عايزين المركب تسير، وما احبش اسمع لولا الولدين ما كنتش عشت معاه، ويقول لك انا عايشها بس لو ما كانش العيال ما كنتش خليتها ولا يوم. الله، طب وانتوا فين؟ ايه اللي بينكم؟ ما فيش ولا مودة ولا رحمة ولا محبة خالص؟ ليه؟ وده كله شغل إبليس لعنة الله عليه. نيجي بقى نرجع تاني الطلاق. قال تعالى الطلاق مرتان. إذا طلق بقى الرجل بعد الحكمين ومشينا بالنظام اللي ربنا شرعه لنا، أو بعد أو في هدوء كده ومفيش فايدة، خلاص يا ست خلاص أنت طالق وروحي. طيب راجع نفسه تاني في العدة، ولا راجعها وراجعها وراجع تاني، وعاشوا سوا سنة اتنين تلاتة ورجعوا تاني ايه؟ قلبوا على بعض وقال لها انت ايه؟ طالق. دي المرة ايه؟ التانية. رجع تاني الشيخ احمد والشيخ مصطفى، قالوا يا عم تعالوا نصالحكم على بعض وتعيشوا مع بعض عشان العيال ما يتبهدلوش ومش عارف ايه، وعاشوا. دي بعد الطلقه ايه؟ لو طلق التالتة بقى بالعقل كده يبقى ينفع يعيشوا؟ ها؟ ولذلك قال تعالى الطلاق مرتان، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. دي الثالثة بقى اللي هي ايه؟ او تسريح باحسان، دي الطلقة الثالثة. مع السلامة بقى، هي تروح لحالها وانت روح لحالك، مشكلة ولا ايه؟ ده لو حصل. كمان يعني ينبغي طيب العشرة والصاحب بالجنب في صورة ايه؟ النساء. قيل هو الزوجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، وما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه إيه؟ سيحفي لثتي، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال جبريل يوصيني بالأرقاء والعبيد والإماء يعني حتى ظننت أنه سيجعل له مدة إذا وصلها عتق. والصاحب بالجنب قيل هو الزوجة، وقيل هو الرفيق في سفر أو تجارة أو عمل أمرك الله بالإحسان إليه. وهذه الآية الكريمة تضمنت محاسن الأخلاق و سبيل الوصول إلى الجنة. الأول اعبدوا الله، وأعظم شرف للإنسان أن يكون عبدا لله. تعيس إيه؟ عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد إيه؟ الخميصة، تعيس إيه؟ وانتكس وإذا شيك، لو جت في الشوكة إن شاء الله ما تطلع، لأن ما من إنسان إلا وفيه عبودية لشيء ما. فمن الناس من يعبد هواه، والهوى إله
يعبد من دون الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأفضل شرف للعبد أن يكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، عارفين الأخمص؟ الجزء اللي هو المنقسم في القدم. وكدت بأخمصي أطأ الثريا، الثريا اللي هي إيه؟ اللي هي عاملة زي عنقود العنب، مجموعة نجوم 9 أو 7 في اسمها الثريا. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. فإذا طلقت ثالثة وأراد أن يراجع نقول لا استنى هنا بقى، فإن طلق أو تسريح بإحسان: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم فلا جناح عليهما فيما افترت به، اللي هو إيه؟ الخلع. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني إيه؟ الطلقة رقم كام؟ الثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد في هذا الزوج العقد بقى، المشكلة في العقد. احنا عندنا في المذهب يشترط في العقد ليكون سليم، ما فيش حاجة. فإن زوجها، فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها بطل العقد. هم يتفقوا بعيد وينوا اللي هم ناويينه، لكن أنا الرجل القاعد هقول له قول له زوجتك بنتي، والتاني يقول له قبلت زواجها ومبروك ويلا مع السلامة. لا بفتش ولا بسأل، لكن غيرنا بقول لك لا استنى هنا، هو ناوي إيه؟ ها؟ أم أحمد وغيره. هو ناوي إيه؟ ده مش جواز، ده متعة، يبقى النكاح باطل. هو على كل حال إيه؟ من النكاح المكروه أو المحرم. يلا يا سيدي اتفضل. قال رضي الله عنه عن شيخنا: فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق. وقد شرع في القسم الأول وهو عدد الطلقات بقوله: ويملك الحر على زوجته سواء أكانت حرة. يعني الطلاق بالزوج والعدة إيه؟ بالمرأة. في النساء طبعا ما عادش عماء دلوقتي، لكن قد يكونوا عن قريب. إذا كان متزوج يملك 3 تطليقات، يعني زي ما وصفتها لكم، والحر والعبد 2 تطليقتين، سواء كانت المرأة إيه؟ حرة أو أمة. تفضل. سواء أكانت حرة أو أمة 3 طلقات. حاشية سيدنا. أيوة. قال: وخالف أبو حنيفة فجعل الاعتبار بحال النساء كالعدة. سبحان الله، ماشي عم على مزاجه، على مزاجه رضي الله عنكم. نقول حاجة؟ 3 طلقات، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. فقال: أو تسريح بإحسان. نعم. وإنما لم يعتبروا رق الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج، لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قال: ولا يحرم جمع الطلقات، لأن عميرا أو عويمرا العجلاني. نعم. في نسخ فيها عويمر. عويمر. نعم. لما لاعن امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها 3 قبل. قال: كذبت عليها إن أمسكتها.
هي طالق ثلاثا، قال لا سبيل لك عليها. يا أحبابي ويا إخواني، جمع الطلاق يقع لو قال أنت طالق ثلاثا يبقى ثلاثة، أنت طالق مرة يبقى مرة، مرتين يبقى مرتين، ثلاثة يبقى ثلاثة، ولا رجعة له عليها بعد الثلاث. ويعني على كل مسلم أن يتقي الله، أن يتقي الله ربه ويحافظ على دينه. الموضوع مش موضوع سهل، الموضوع حلال وحرام، وموضوع نسبة أولاد أو عدم نسبة أولاد. يعني اللي عايش في بيت حرام تحت رعاية الجيران والشرطة والحكومة، مش كده ولا ايه؟ وده كلام. ها، ولا يحرم جمع الطلقات، لأن عويمرا العجلاني لما لعن امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين باللعان. متفق عليه. فلو كان إيقاع الثلاث حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره. أيوة واضح. في حاشية سيدنا عويمر العجلاني لما لعن زوجته والتعنت هي أيضا، قال كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا، فقال رسول الله لا سبيل لك عليها، يعني حرمت عليك إيه باللعان. تفضل. في حاشية سيدنا. أيوة ماشي تفضل. قال قوله فلو كان إيقاع الثلاث حراما، قال الرملي بعد سوق عبارة طويلة ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة، أي فيما إذا جمع الثلاث طلقات فقط. نعم. وإن اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به. نعم. واقتدى به من أضله الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعين. قال ليعلمه هو ومن حضره، ويملك العبد طلقتين فقط وإن كانت زوجته حرة، لما روى الدارقطني مرفوعا طلاق العبد طلقتان والمكاتب والمبعض والمدبر كالقن. نعم. كالقن، القن يعني ايه يا شيخ مصطفى؟ هو العبد الخالص. يعني لو كان العبد مبعضا يملك كم تطليقة؟ اثنين. حتى لو كان في جزء يسير. نعم. تفضل. حاشية سيدنا. أيوة. قال قوله ويملك العبد أي من فيه رق، وبهذا يلغز ويقال لنا عبد يملك وإن لم يملكه سيد وإن لم يملكه سيده. نعم. قال لنا عبد يملك وإن لم يملكه سيده. نعم. هو يملك إيه؟ طلقتين. أي يعني ممكن، لا هل إذا أراد أن يطلق هل يشترط أن يرجع إلى رأي سيده أو أمره؟ لا. فهو يملك وإن لم يملكه إيه؟ يملك الطلاق، بس يا عيني مش ملك حياته. آه. ماشي يا سيد حاضر. وإنما لم يعتبروا حرية الزوجة لما مر. نعم. تنبيه، قد يملك العبد ثالثة. نعم. قد يملك العبد ثالثة وفي نسخة ثلاثة. نعم. كذمي طلق زوجة طلقتين. طيب. ثم التحق بدار الحرب واسترق. ثم أراد نكاحها. فإنها تحل له على الأصح. ويملك عليها الثالثة لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين، وطريان الرق لا يمنع الحل السابق. صورتها ايه؟ ذمي، ذمي عارفين ذمي يعني ايه؟ اللي هم المعقود له عقد جزية. وقد كان كما قلت لحضراتكم نصارى مصر كانوا يؤدون الجزية الى سنة 1885 او 86. فلو كان ذمي في دار الإسلام أو في
في دار الحرب مش مشكلة، في دارهم يعني. والتحق تزوج امرأة وطلقها طلقتين، نو حر وذم يعني حر مش مملوك، واسترق وحصل حرب واسترق فصار ايه عبدا، واراد ان يتزوجها هو بايله طلقه، لما طلقها كان بايله ايه فهل نطبق عليه حكم الحريه ونقول بقي لك طلقه، ام حكم الرق ونقول نفذت الطلقات؟ حكم الحريه لانه طلق في الحريه، وله ان يتزوجها وله طلقه واحده. عدها ثاني كده. قال قد يملك العبد ثالثه كذمي طلق زوجه طلقتين، نعم، ثم التحق بدار الحرب واسترق، نعم، ثم اراد نكاحها فانها تحل له على الاصح ويملك عليها الثالثه، نعم، لانها لم تحرم عليه بالطلقتين، وطريان الرق لا يمنع الحل السابق. يعني لم تحرم عليه بالطلقتين ازاي؟ لم تحرم عليه بتحريم نهائي يعني، يعني بقي له ايه طلقه، فطريان الرق لا يمنع ايه الطلقه المتبقيه، ولا يمنع نكاح لانه طلقها مرتين. تفضل. بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة فقط، نعم، لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. نعم. السورة الثانية بقى، هو طلقها طلقة واحدة ثم التحق بدار الحرب ثم استرق وأراد أن يتزوجها، يتزوجها ويبقى له إيه؟ لأنه لم لأنه هي التي بقيت له وصار رقيقا. تفضل. قال لأنه رقى قبل استيفاء عدد العبيد، ثم شرع في القسم الثاني وهو الاستثناء بقوله ويصح الاستثناء في الطلاق لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب، وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ولصحته. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام. يقول مثلا أنت طالق بس بشرط أن يكون متصلا، وأن ينوي الاستثناء قبل شروعه فيه، وألا يكون مستغرقا. لو قال أنت طالق ثلاثا، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع عليه إيه ثلاث، ولو قال أنت واقع اثنتين إلا اثنتين وقع اثنتان، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت الثلاث، طالق ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين يقع الباقي. ويصح الاستثناء معناه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام. تقول جاء بنو تميم عشرة، هم عددهم عشرة، معناه كلهم إيه جاءوا، وتقول إلا إيه عويمرا وخالدا وسعيدا يأمجوش. الإخراج أو غير أو سوى حرف من أداة من أداة الاستثناء، فضل وقوعه في القرآن وفي السنة المطهرة بشرط عدم الاستغراق، ويكون متصلا ونية الاستثناء قبل إيه الفراغ. فضل. ولصحته شروط خمسة، وهي إذا وصله به، نعم، أي باليمين، ونواه قبل فراغه، نعم، وقصد به رفع حكم اليمين، نعم، وتلفظ به مسمعا به نفسه، نعم،
ولم يستغرق. نعم. فإن انفصل زائدا على سكتة التنفس ضر. نعم. أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر، لأن ذلك لا يعد فاصلا. أنت طالق ثلاثا، هات سكت شو ربع ساعة ولا حاجة، إلا اثنتين ينفع. ها هات تنفس أو العي. أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر، لأن ذلك لا يعد فاصلا، بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر، بخلاف ما إذا نواه قبلها، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها، وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما، أو لم يقصد به رفع حكم اليمين، أو قصد به رفع اليمين ولم يتلفظ به، أو تلفظ به النية فقط، يعني كل دي محترزات. أيوة. أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه. أنت طالق ثلاثا إلا وانظر. يقول أنا تفسير أما سمعتناش ليه؟ نعم. ما معنى نعم يقول ما معنى قوله أن يقصد به رفع اليمين؟ يقصد بالاستثناء. ما هو ما هيرفعه ازاي؟ ما قلت أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، اثنتين دول القصد منهم ايه؟ واقعين ولا مش واقعين؟ وضحت؟ نعم. ها الاثنين دول اللي بيستثنيهم، قول أنت طالق ثلاثا إلا ايه؟ اثنتين أو إلا واحدة. ماشي، وقال ثلاثة فضل مع فقال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هيقصد بها إيه؟ رفع اليمين عن المستثنى. أي رفع اليمين عن الإيه؟ عن المستثنى اللي هم الاثنتين اللي رفعوا. فضل. أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه، ولابد من أن يسمع به نفسه على الأقل، لو لم يسمع نفسه لا يقع عليه الطلاق كله. ولو لم يسمع نفسه نعم آخر، لو لم يسمع نفسه وقع عليه الثلاثة بقى. ما أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثين مثل الطلاق سيد. نعم مثل الطلاق، مثل الطلاق. معنا في الطلاق دلوقتي لا الطلاق. أقصد أصل الطلاق. نعم. ليس الاستثناء، أقصد أصل الطلاق. أيوة، لو تكلم ولم يسمع نفسه لا يقع عليه شيء. نعم. يبقى نوى بقى. نعم. بس يقع على مذهب مالك. مذهب مالك. هذه المشكلة. أنا الإمام مالك رحمة الله عليه يوقع الطلاق إيه؟ بالنية. 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 في نية وحديث نفس. أقبل سعادتك، في نية وحديث نفس. حديث النفس اللي هو بيقعد دود ودود ودود وهيجوز بنت الملك فاروق وهتجيب ولد وهيعمل ولي العهد ودود ودود ودود، ده اسمه ايه؟ لكن نوى بقى زي انت بتيجي في الصلاة، انت لما بتدخل الصلاة بتقول نويت اصلي الظهر، حديث نفسي ولا نية؟ مين اللي بيكلم معايا؟ شيخ فرج؟ نعم طارق، انت فين يا شيخ طارق؟ ها وضحت يا شيخ طارق؟ يعني الفرق اللي بيجي يصلي الظهر الله اكبر، النيه دي اسمها نيه ولا حديث نفس؟ هذه النيه في الطلاق كذلك. خلاص نوى طلاقها ثلاثه او واحده او اثنين يبقى طلاق. هم لهم يعني اراء، اصله فعل من الافعال زي مثلا الشهادة عند الإمام الأعظم مالك، ما فيش من لا تجب في النكاح، يقول لك أصله أصله كسائر العقود، أصله إيه؟
كسائر العقول، ولما اجي ابيع لك ازازة مية بعتها لك بكام الازازة دلوقتي؟ كام؟ بجنيه. نعم، 5 جنيه. ماشي، يشترط الاشهاد او كذلك عقد النكاح عنده، بس بيشترط الاشهار على نظام بقى عنده. اتفضل. لكن عنده الطلاق يقع ايه؟ بالنية. الطلاق يقع ايه يا جماعة؟ انا قلت لحضراتكم الموضوع ده انا عايز توعية، وعايز الناس تفهم الحقيقة، يعني الامر خطير، وخاصة في هذا الزمان خطير خطير ثم خطير. تفضل يا سيدي. خاصة تلاقي مثلا اتجوز 50 اتطلق 30 في السنة نفسها، الدفتر ده والدفتر ده عند المأذون، مصيبة يعني، مشكلة. قال: ولم يسمع أو تلفظ به، ولم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه. يعني هو احنا بنقول لابد اذا اراد الاستثناء لصحة الاستثناء شروط، اي يكون متصل وان ينويه قبل ايه؟ الفراغ. وهذا صادق، وان ينوي في اول اللفظ يا يعني انت طالق 3 الا 2، لو جه عند 3 وما فيش في دماغه استثناء ولا نوى شيء، وبعد ما خلص أنت طالق 3 الا 2 يقع عليه إيه؟ 3، لأن النية واللفظ حصل بعد الفراغ. لكن لابد من الوجود النية، نية الاستثناء، إما مع بداية الكلام أو مع آخر أو في أثناء، مش كده ولا إيه؟ طب قولها تاني كده بالراحة. قولها. أنا مع سيادتك. أو نواه بعد فراغ اليمين ضرا، بخلاف ما إذا نواه قبلها، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها، وذلك صادق أن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما. واضح كده يا فندم؟ النية تكون إمتى؟ لو فرغ من اللفظة لا تعتبر النية، خلاص انتهت، مع السلام. وقال أنت طالق 3 ولم ينوي شيئا، ثم بعد أن قال 3 راجع نفسه، قال طب 3 ليه؟ ما تخليهم 2. سيدنا ويقصد بينهما، بين البداية والنهاية، أوله وآخره، بين بداية اللفظ وآخره. أي يعني في أول الكلام أو في آخر الكلام أو في وسط. لكن لو نوى الاستثناء بعد فراغه من الطلاق، ها؟ لا، واستثنى لا يقع الاستثناء. تفضل. قال: عند اعتدال سمعه. نعم. أو استغرق المستثنى منه ضر. نعم، أنت طالق 3 إلا إيه؟ 3. نعم. والمستغرق باطل. نعم. كما قاله الإمام والآمدي. فلو قال أنت طالق 3 الا 3 لم يصح الاستثناء. نعم، وقع 3. وطلقت 3. نعم. حاشية سيدنا. أيوة طبعا. قال: فلو قال أنت طالق 3 الا 3 إلا 2 وقع عليه 2. أنت طالق 3 إلا إيه؟ 3 إلا 2 إلا 2 وقع عليه 2، لأن الاستثناء من النفي إثبات. نعم، وعكسه. والمعنى هنا إلا 3 لا تقع. نعم، إلا 2 تقعان. نعم، أنت طالق 3 الا 3 الا 2. انت طالق 3
إلا ثلاثا تقع. إلا ثلاثا تقع. أيوة. نعم. إلا ثلاثا لا تقع. إلا ثلاثا لا تقع إلا اثنتين تقعان. نعم. أيوة. نعم رضي الله عنكم. قال فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح الاستثناء وطلق ثلاثا ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه. لأن هذا واقع في اللغة، في لغة العرب يعني. أنت طالق إلا اثنتين ثلاثا. ها. قال كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا. نعم. قدم الاستثناء. أيوه. قدم المستثنى. المستثنى على المستثنى من. أيوه. فيقع عليه إيه؟ اثنتان. نعم. أيوه. أنت قال كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا. يقع عليه كام؟ اثنان. اثنتان. نعم. والاستثناء يعتبر من الملفوظ لا من المملوك. فلو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان. نعم. واضح العبارة ديت؟ يعني الاستثناء يكون من الملفوظ لا من المملوك. لو لا أنت طالق عشرة. هو في حد بيملك عشرة؟ ها؟ إلا تسعة وقع عليه كام؟ طيب أنت طالق عشرة إلا خمسة وقع عليه ثلاثة. أنت طالق عشرة إلا عشرة. لا ثلاثة. أيوة. تفضل. قال فلو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان. نعم. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع ثلاثا. نعم. لأن الطلقة لا تتباعد. لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقي بعضها. نعم. ومتى بقي كملت. تنبيه. نعم. قال الثاني عادة. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة أو نصف طلقة. هي الطلقة تبعد يا شيخ أحمد؟ الطلقة تتبعد؟ تقع طلقة كاملة. أو أنت طالق إيه؟ إلا نصف طلقة إلا ربع طلقة. أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة أو إلا إيه ربع طلق. تم طلق الثلاثة. تفضل. والثلاثة إلا نصف طلق. الطلقة تتبعد هتبقى هنقول طلقتين ونصف. حاضر طلقتين ونصف. لو قال لا أنت طالق طلقتان ونصف يقع عليها قد ايه؟ بس هي زيها. اقولها تاني. انت طالق طلقتين ونصف يقع عليه ايه؟ يعني زي ما يقول انت طالق ثلاثا الا نصف طلق. تفضل. كانه قال انت طالق طلقتين ونصف. ايوه. تكمل. قال لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقي بعضها. لا. ومتى بقي كملت. تنبيه. يطلق الاستثناء شرعا على التعليق بمشيئة الله تعالى. لا. كقوله أنت طالق إن شاء الله تعالى أو إن لم يشأ الله تعالى. لا. طلقك. وقصد التعليق بالمشيئة في الأولى. نعم. في الثانية. فضلكم الله. وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق لم يحنث، لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى وعدمها غير معلوم. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق بأن سبق إلى لسانه لتعوده بها كما هو الأدب، أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق. لم
أو قصد بها التبرك، أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى، أو لم يعلم أن كل شيء، أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا، حنث. يقع. ودلوقتي بيقول لا أنت طالق إن شاء الله، وقصد التعليق، يبقى لا يقع اليمين لأننا ندري هل شاء الله طلاقها أم لا. يبقى الأصل إيه؟ إلا أن يشاء أو إن لم يشاء إلا أن طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، يبقى لا يقع الطلاق إذا قصد إيه؟ التعليق. وإذا قال أنت طالق إن لم يشاء إلا، إن لم يشاء إلا طلاق، أيضا لا يقع الطلاق. لكن لو قال أنت طالق إن شاء الله وقصد التعليق، وقصد إيه؟ التبرك. نعم التبرك محترم قوي، قصد التبرك لا يقع الطلاق، يقع الطلاق. معنا شيخ طارق الحالة الأولى، وبقول له أنت طالق إن شاء الله، ماذا يقصد بها؟ قصد بها إيه؟ التعليق، التعليق على مشيئة الله، ونحن لا ندري هل أراد على إرادة الله، يعني هل أراد الله طلاقها أم لا. والأصل إيه؟ عدم الطلاق، فلا يقع. وكذا العكس، أنت طالق إن لم يشأ الله وقصد إيه؟ التعليق، لا يقع الطلاق لأننا لا ندري هل شاء الله طلاقها أم لا، والأصل البراءة. لكن لو قال أنت طالق إن شاء الله وقصد التبرك، أو أن كل شيء واقع بمشيئة الله، هي يا شيخ مصطفى معايا؟ ها ما الحكم؟ ها عايز كلام نهائي؟ لا وقع، هو يقصد التأدب مع الله عز وجل. ماشي حاضر. أو إذا نحمل هذه الجملة على كناية من كنايات الطلاق سيدنا؟ لا مش كناية يا باشا، الكنايات هتيجي. لا مفيش، مفيش يسأل عن النية وليست من كنايات الطلاق. كنايات الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره، اذهبي إلى أهلك، أغط راسك، تقنعي، اعتدي، عزبي أغربي، الحقي بأهلك، بأهلك أعرف كده بأهلك. يا خبر أبيض، هعمل لكم درس بجد صحيح، هناخد شرح الأجرومية إن شاء الله، بس شوية من نمشي في التفسير شوية، ناخد معاه شرح. لا قرأت الشيخ يوسف، ماشي. لا هناخد شرح الأجرومية للكفراوي عشان هو فيه إعراب كتير، وتتدربوا على الإعراب إن شاء الله. يعني ممكن ناخده مع التفسير، بعد التفسير نص ساعة ولا تلت ساعة، لأن هو الحقيقة في علم النحو مهم جدا. أيوة يا شيخ مصطفى، إيه تاني؟ ايه تاني يا شيخ طارق؟ ها ايوه، يعني لا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، يعني هو متعود يقول ان شاء الله لكن لا يقصد بها تعليقا ولا شيء، يقع الطلاق. يلا يا عم. قال الله، وكذا لتعوده بها كما هو الأدب، أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق، أو قصد بها التبرك، أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى، أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا، حنيثا. وكذا إن أطلق كما هو قضية كلامهم،
وكذا يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها. مفهوم الكلام ده داخل فين بقى؟ نطلعه في شروط النية فين؟ أي وضوء وغيره، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. ده داخل فين في شروط الوضوء يا شيخ مصطفى؟ شروط النية، شروط النية ايه؟ حقيقة. انا بقول بقولنا حقيقة حق دي مباحث. سبع سؤالات اتت في نية ايه لمن حاولها بلا وسن. المهم حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. ايه اللي يطلع ايه اللي يبطل النية من الشروط؟ شروط النية الاسلام وايه؟ نعم لا التمييز والعلم بالمنوي، ها، وان تكون ايه جازمه. ده اللي يطلع به الا ان شاء الله او الا ان يشاء الله. سبع سؤالات اتت في نيه، في نيه تلفى لمن حاولها بلا وسن. فهذا الشيء يخرج بقولنا ان تكون ايه جازمه. تفضل. قال: وكذا يمنع التعليق بالمشيئه انعقاد نيه وضوء وصلاه وصوم وغيرها عند قصد التعليق وانعقاد تعليق وانعقاد يمين. نعم، وانعقاد تعليق وانعقاد عتق وانعقاد يمين وانعقاد نذر وانعقاد كل تصرف غير ما ذكر مما حقه الجزم. ها نويت الوضوء ان شاء الله واقصد التعليق لا يصح. نويت اصلي ان شاء الله، نويت الصيام ان شاء الله. يلا تفضل يا سيدي. قال: كل تصرف غير ما ذكر مما حقه الجزم. نعم. كبيع وإقرار وإجارة. حاشية سيدنا. أيوة. قال: وقوله عند قصد التعليق وكذا عند الإطلاق. نعم. فلو قال عند عدم قصد التبرك لكان مستقيما، لأن الإطلاق مانع من هذه المذكورات. والحاصل أن التعليق اللفظي بالمشيئة عند قصد التعليق يضر مطلقا، فيمنع انعقاد العبادة وانعقاد سائر العقود، ويمنع من وقوع الطلاق. وعند قصد التبرك التبرك لا يضر مطلقا، فيضر فيقع الطلاق وتصح العبادة وتنعقد العقود. وأما عند الإطلاق فتبطل العبادة فقط ولا يمنع من وقوع طلاق ولا يمنع انعقاد تصرف من عقد أو حل. ثم قال الشارح: إذن دلوقتي إذا أراد التعليق، إذا أراد التبرك لا يضر مطلقا، وإذا عل أراد التعليق يضر مطلقا، وإذا أطلق يضر في العبادة ولا يمنع وقوع طلاق ولا عقود. أيوة أفندم. إذا علق بالمشيئة، لكن إذا علق بما يعني يقوله بعض عوام الناس مثلا أو عموم المسلمين بإذن الله أو بأمر الله، هل مثل المشيئة؟ أنت طالق بأمر الله. لا ده خلاص، ده ما فيش تعليق ولا حاجة. بإذن الله ما فيش تعليق، ده واقع واقع. مقال بإذن الله أو بأمر الله يبقى كده يقع. تفضل. قال الشارح: ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع طلقة. نعم. في الأصح
نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته. نعم. والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق. نعم واضح. لو قال يا طالق إن شاء الله لا ينفعه الاستثناء. نعم لا ينفعه الاستثناء. لا أنت طالق إن أنت طالق الاستثناء ده جملة مثبتة. نعم. ولا يصح منها الاستثناء. نعم. فيقع الطلاق بخلاف أنت طالق إن شاء الله فهي جملة إيه خبرية تحتمل الصدق والكذب زي ما بيقول. نعم. تحتمل إيه الوقوع وعدم. والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه نعم. كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه عند إرادة الطلاق يعني. قال وتوقعه الحصول عند كما القرب وتوقع الحصول عند القرب وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل. نعم. وللمريض المتوقع شفاؤه أنت صحيح. نعم. فينتظم الاستثناء في مثله. نعم. ثم شرع في القسم الثالث وهو التعليق بقوله ويصح تعليقه أي الطلاق قياسا على العتق بالصفة فتطلق عند وجودها. فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو في رأسه أو في أوله وقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه. أنت طالق في أول شهر رمضان تبقى يحصل الطلاق في أول جزء من أول ليلة. قال وقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه لأن الليلة سابقة للنهار. الليلة إيه للإيه سابق الليلة متقدمة على اليوم. تفضل. مع أول جزء من الليلة الأولى منه أو أنت طالق في نهار شهر كذا أو أول يوم منه فتطلق بأول فجر يوم منه. نعم. أو أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه فتطلق بآخر جزء من الشهر. من أمنين بقى من الليلة من اليوم الأخير. من اليوم الأخير قبل الشمس قبل غروب الشمس. نعم. نعم. فتطلق بآخر جزء من الشهر وإن علق بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه. نعم. لأنه أول آخره. نعم. ولو علق بآخر أوله طلقت في أول آخر يوم الأول طلقت بآخر اليوم الأول منه وهو قبل الفجر في الليلة الثانية. لأنه آخر أوله. ولو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب شمس الخامس عشر. نعم. وإن نقص الشهر. نعم. لأنه المفهوم من ذلك. نعم. توضيح سيدنا في حاجة توضحون. نعم. توضحونها. حاضر. نعم. لو قال أنت طالق في أول شهر رمضان أول إيه شهر رمضان يحصل الطلاق بأول ليلة بغروب شمس آخر يوم من إيه شعبان لأن هذا أول شهر رمضان. ولو قال أنت طالق في نهاية شهر رمضان يبقى في نهاية اليوم الأخير منه سواء كان 29 أو 30 قبل إيه قبل إيه غروب الشمس. ولو قال أنت طالق في منتصف شهر رمضان يبقى تطلق إمتى بعد مضي 15 يوم في اليوم الخامس عشر قبل إيه قبل الغروب. ما شاء الله يا شيخ مصطفى فيك البركة. نعيدها تاني ولا وضحت كده ماشي. ها أيوة في أوله. نعم أول جزء منه في آخر شهر كذا في آخر جزء منه هو قبل إيه
غروب شمس اليوم الأخير. يساوي في أوله. أيوه. نعم. في أوله أو إيه؟ أو فيه. نعم. قال: ولو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب شمس الخامس عشر وإن نقص الشهر لأنه المفهوم من ذلك. ولو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن. سبعة أيام. لأن نصف نصفه سبع ليال ونصف وسبعة أيام ونصف. والليل سابق النهار، فيقابل نصف ليلة بنصف يوم، ويجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصفا، وسبع ليال وثمانية أيام نصفا. ممكن توضيح يا سيدي؟ ودلوقتي قال إذا مضى نصف إيه؟ نصف النصف. نصف النصف كام؟ 15 يوم. النصف 15 يوم، نصفها كام؟ 7.5. فتطلق بعد مضي 7 أيام لا 8 ليالي ليه بقى؟ من اليوم الثامن. يا سيدي احنا عايزين 7.5 أيام. مش كده؟ طيب عن قلت 8 ليالي 8 ليالي يبقى كده، وتطلق قبل فجر اليوم الثامن عند دخول الفجر. عند دخول الفجر ايه؟ الثامن. يبقى كده مضى ايه؟ 7 أيام 8.5 أيام. طيب طيب وليالي صح كده ماشي. يبقى كده 8 أيام 8 ليالي وسبعة أيام. نعم تفضل. لا معاش رجوع بقى، احنا مش بدأ. لا يا ابا لا 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 معاش رجوع بقى. ما هي الرجل هو الرجل يرجع في كلامه. لا خلاص يلا يا سيدي. قال: طلقت بطلوع فجر الثامن. الثامن الثامن أيوه. لأن نصف نصفه سبع ليال. نعم سبع نعم سبع ليال عفوا نعم. لأن نصف نصفه سبع ليال ونصف أيوه. وسبعة أيام ونصف. نعم. والليل سابق النهار، فيقابل نصف ليلة بنصف يوم. نعم. ويجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصفا. نعم. وسبع ليال وثمانية أيام نصفا. كده 15 يوم. نعم. آه. ولو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب. إن علق نهارا وبالفجر إن علق ليلا. وألا أنت طالق بين الليل والنهار. أنت طالق إيه؟ بين الليل والنهار. إذا قالها نهارا حصل الطلاق عند غروب الشمس، وإذا قالها ليلا حصل الطلاق عند ايه؟ فجر. طلوع الفجر. تفضل. بالليل طلقت بالغروب ان علق نهارا وبالفجر ان علق ليلا. نعم. اذ كل منهما عباره عن مجموع جزء من الليل. نعم. وجزء من النهار. نعم. قال: اذ لا فاصل بين الزمانين. وقوله والشرط مجرور عطفا على الصفة. نعم. قال في المطلب: وقد استؤنس لجواز تعليق الطلاق بالشرط بقوله صلى الله عليه وسلم:
المؤمنون عند شروطهم انتهى. وأدوات التعليق بالشرط والصفات إن، وهي أم الباب. إن فعلت كذا فأنت طالق. ها، نحو إن دخلت الدار فهي، إن دخلت الدار فهي طالق. نعم. وإذا ومتى، ومتى ومتى ما بزيادة ما. نعم نعم. من حاضر في عبارة وقعت ماشي. هتيجي من دخلت الدار من كنا فهي طالق. إن وهي أم الباب. نعم. نحو هتيجي دلوقتي يا شيخ طارق. نعم. إن دخلت الدار حاضر. أيوه. وهي إن، إن وهي أم الباب نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. واحد. ومن بفتح الميم. نعم. كمن دخلت من نساء الدار فهي طالق. أو كان متزوج مثلا أربعة وقال من فعلت كذا فهي طالق، من دخلت الدار من. وإذا ومتى. نعم. ومتى ما. نعم. بزيادة ما. وكلما. نعم. نحو كلما دخلت الدار واحدة من نساء فهي طالق. يبقى كلما واحدة تدخل تتطلق كل مرة، يعني كلما تقتضي التكرار. نعم. كلما ايه تقتضي التكرار. تقتضي التكرار. ايوه. واي كأي وقت دخلت الدار، دخلت أي الدار أي فأنت طالق. دخلت الدار فأنت طالق. نعم. كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق. نعم. ويتكرر الطلاق. ومن الأدوات إذ ما على رأي سيبويه. نعم. ومهما. نعم. وهي بمعنى ما. نعم. وما الشرطية. وإذ ما وأيما كلمة. نعم. وإذ ما وأيما كلمة. كلمة. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. إذ ما. نعم. المحشي خلفه في إنها كلمة يا حسين. خلفه في إيه؟ في كونها كلمة، يعني يقول إذ ما وأيما كلمتان يعني. ماشي. قال قوله كلمة خبر وفيه نظر بالنسبة لأيما. نعم. أيما تدعو مثلا. لأن أي كلمة. نعم. وما الزائدة كلمة. نعم. كما قرره شيخنا. وقوله وأيان عطف على إذ ما. نعم. وهي كمتى، وعفوا وأيان، وهي كمتى. نعم. في تعميم الأزمان. أيان ما تعدل به الريح ينزلي. وأين. نعم. وحينما وإيه وحيثما. وحيثما. وأين وحيثما لتعميم الأمكنة. نعم. وكيف وكيفما وكيفما للتعليق على الأحوال. نعم. في حاشية سيدنا. أيوه. مرات قال قوله أدوات التعليق بالشرط. التعليق عبارة عن الربط الحاصل من المتكلم. نعم. والشرط هنا هو الفعل الذي دخلت عليه الأداة. وأما الشرط في كلام المتن فالمراد به الأدوات، ويصح أن يكون الشرط في كلام المتن بمعنى الأول وهو الفعل. وقد نظم ابن الوردي ضابط أدوات التعليق بقوله بعد أن سئل بقول القائل أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها، فأجاب بقوله كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها للتراخي مع الثبوت إذا لم يكن معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان. والكل في جانب النفس أو ضمان والكل في جانب النفي لفور لا إن فذا في سواها. وقال بعضهم أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن، وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا، إذا مع الماء لي مع المال وشئت وكلما كرروها. سبحان الله. قال وفي فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها. إذا كان البلد كل بلد لها لغة.
زي لغتنا. كقولي علي الطلاق من من عمل كذا، يقصد ايه يعني؟ ان عملت، ان عملت، ان عملت مش كده؟ نعم. اللي بيقول مثلا علي الطلاق من من عمل كذا، يقصد ايه؟ ان عملت، ان عملت كذا. تفضل. كقول اهل بغداد انت طالق لا دخلت الدار، يعني ان دخلت الدار لا عندهم ايه نعم، بمعنى ان شرطيه، بمعنى ان وقال له الشرط ان يكون في بلد عام فيه العرف. ايوه ايوه ما عندنا كده. تفضل. قال ويكون التعليق ايضا بلو، كأنت طالق لو دخلت الدار. نعم. كما قاله الماوردي. وهذه الأدوات لا تقتضين الوقوع بالوضع فورا في المعلق عليه، ولا تراخيا إن علق بمثبت كالدخول في غير خلع. نعم. أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه، كإن وإذا، كإن ضمنت أو إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق. وكذا تفيد الفور في التعليق بالمشيئة، نحو أنت طالق إن أو إذا شئت، لأنه تعليق على الصحيح. نعم. بخلاف إذا شئت. نعم. حاضر. بتقول لا أنت طالق إذا شئت أو إيه إن أردت، يبقى تقتضي الفورية، وإن قالت أردت وقع الطلاق. هذه الأبلاء كده. قال وهذه الأدوات لا تقتضين الوقوع بالوضع فورا في المعلق عليه. نعم. ولا تراخيا إن علق بمثبت كالدخول في غير خلع. إن دخلت هنا بقى الخلع يحل المشكلة دي يا شيخ مصطفى. يعني لو قال لا إن دخلت الدار، ده مثبت ولا من فيه؟ فأنت طالق. طيب هو مش عايز اليمين ده يقع، يخلعها، يخلعها، وبعد ما يخلعها تدخل الدار وتخرج، وكده انحلت اليمين خاصة بالثلاثة. يعني أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار، أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار. يعني لما يخلعها، لما يخلعها دخلت في غير نكاح، وبعدين يعقد عليها بقى، عقد جديد، بعد ما يعقد بقى تدخل وتضبط براحتها، ويبقى وقعت حسب عليه طلقة بدل ما ينحسب عليه ايه ثلاثة. تفضل يا سيدي. تفضلكم الله. قال في غير يا راتان بالراحة. وهذه الأدوات لا تقتضين الوقوع بالوضع فورا في المعلق عليه. نعم. ولا تراخيا إن علق بمثبت. نعم. كالدخول في غير خلع. أيوه. أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه، كإن وإذا، كإن ضمنت أو إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق. نعم. وكذا تفيد الفور في التعليق بالمشيئة. نعم. نحو أنت طالق إن أو إذا شئت، فتجيب على طول. لأنه تمليك على الصحيح. نعم. أفندم. ضمان عادي، إذا ضمنت لي أنا بأخذ من حضرتك ألف جنيه، ولا إذا أو إذا ضمنت خلاص يبقى كده الطلاق وقع. نعم. قال بخلاف متى شئت. نعم. متى شئت، فمتى شاء الطلاق. أيوة. بخلاف متى شئت لا تقتضي الفورية. نعم. لا تقتضي الفورية، أنه إذا تقتضي الفورية. بخلاف متى شئت، ولا تقتضي هذه الأدوات، هذه الأدوات تكرارا. لا تقتضي، ولا تقتضي هذه الأدوات تكرارا في المعلق عليه. نعم. بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين. نعم.
ولم يؤثر وجودها ثانيا. نعم. إلا في كلما. إلا إيه؟ إلا في كلما. ما الخلع زي ما قلنا خلاص ما انتهى. يعني يا دلوقتي حضرتك ألا إن دخلت الدار فأنت طالق. يبقى إن دخلت الدار طالقة. كده إيه مرة واحدة. والحل اليمين. ولو خالعها ثم دخلت الدار ها انحلت اليمين. أي نعم. قال إلا في كلما. غير الحش عليها كده. حاضر. ممكن نكمل الشرح الأول الجملة. طيب حاضر. إلا في كلما فإن التعليق بها يفيد التكرار. فلو قال من له عبيد وتحته أربع نسوة إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، أو سنتين فعبدان، أو ثلاثا فثلاثة، أو أربعا فأربعة، وطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة، واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة كده كام؟ عشر. عشر. ومجموع ذلك عشرة. نعم. توضيح سيد. هو بيقول لا كلما طلقت إيه؟ يقول من له قال من له عبيد إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، أو اثنتين فعبدان، أو ثلاثة فثلاثا، أو أربعة فأربعة. فهو طلق واحدة يبقى عتق عبد، طلق اثنتين الثانية يبقى كده طلق كام؟ الأولى هيعتق بها اثنين والثانية هيعتق بها إيه؟ الأولى هيعتق بها واحدة والثانية هيعتق بها واحدة والثالثة هيعتق بها ثلاثة، بقينا كام؟ ثلاثة وثلاثة، والرابعة هيعتق بها أربعة. أقولها تاني، هو بقول إن طلقت امرأة إن طلقت من كنا واحدة فعبد من عبادي من عبيدي حر، أو طلقت اثنتين فعبدان، أو ثلاثا فثلاث، أو أربعا فأربع. خليك معاي. لا ما طلقهمش مرة واحدة، لا لو طلق واحدة بس يبقى فيه كده حصل إيه؟ عبد من عبيده إيه؟ حر. طلق التانية بقى طلق كام؟ ويعتق كام؟ ايوه عبدين تانيين، يبقى بينا كام؟ طلق التالتة بقى مطلق كام؟ تلاتة، يعتق تلاتة، بينا كام؟ ايوه ست، الرابعة أربعة، يبقى كام؟ عايزهم تاني؟ حاضر. ايوه ماشي، خلي بال حضرتك. هو بيقول انا متجوز اربعه، متزوج باربعه نسوة، فقال لهن ان طلقت واحده منكن فعبد من عبيدي ايه حر، او اثنتين فعبدان، او ثلاثا فثلاث، او اربعا فاربع، فطلق واحده منهن عتق ايه عبد، طلق الثانية يبقى طلق كده كام واحدة؟ يبقى يعتق كام؟ يعتق كام؟ أنا عايز الآن موت اثنين زائد واحد ثلاثة، طلق الثالثة هيعتق كام؟ زائد ثلاثة ست، طلق الرابعة زائد ستة، عادي يا سيد العشر. تفضل يا سيد. نقرأ الحوشي اللي أشار حضرتك أشرتم عليه سيدنا. ماشي على عيني حاضر. قال قوله ولا تفيد هذه الأدوات تراخيا وفورا بالوضع. قوله بالوضع
فإن قصد الفور في حالة التراخي عمل به، أو قصد التراخي في حالة الفور عمل به، أو قصد التكرار عند عدم إفادتها له عمل به، أو قصد عدم التكرار. نعم. عمل إيه؟ بالنية. بالنية. أيوة. أو قصد عدم التكرار عند إفادتها له عمل به. نعم. فهذا محترز قوله بالوضع، واحترز أيضا به عن القرينة الدالة على الفور، نحو إن دخلت الدار الآن فأنت طالق. يبقى كده يعمل بها. فهي للفور. نعم. أو قال إذا لم تدخلي بعد سنة فأنت طالق. نعم. فهي للتراخي بالقرينة. نعم. نعم يا سيدنا. قال فرع سيدنا في الحاشي أيضا، قال رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق، فذهبت بعد يوم مثلا فلا حنث، فلا إيه؟ فلا حنث، فلا شيء، إذ القرينة، إذ فلا حنث، إذ القرينة دلت على أن المراد الآن ذهابها وقت الحلف. أيوة دي جميلة جدا. فناس كده هو بتشاجر معاه، قالت له هروح، قال لها روحت تبقى طالع. تمام حضرتكم؟ بتتشاجر معاه وغضبت، فقالت له هروح على بيت أبويا، قال لها إن روحت بيت أبوكي فأنت طالق. يبقى مع قرينة الحال تدل على أي شيخ طارق؟ على الفورية. فإذا لم تذهب اليوم وذهبت غدا ما هو حضرتك بقرينة القرينة الحال تدل على الفورية. يعني هو دلوقتي سعادتك يا فندم هيقصد الذهاب امتى؟ سنة. ذهبت الى اهلك بتقول له هروح على بيت ابويا، قال لا روح بيت ابوك تبقى طالع، يقصد التأبيد وقت الخناقة. بس انا ما مع طارق، يقصد وقت الخناقة الان ولا طول العمر؟ يا عم نيته ايه؟ قرنت الحال اقوى، بس وخلاص وقضي الامر. ما هي واقعة بتطلع صار كل يوم، ما انا عارف عارف. أيوة بس هو ما يفهمش، هو ما يفهمش حاجة، العريس ما يفهمش حاجة. لا لو قال يقول بقى في اليمين، يقولها في اليمين. لكن هو قرينة الحال، قرينة الحال تدل على أن المراد الآن. لكن لا يعني ما يعني ما طول العمر، يعني ما تروحش بيت أبوها بعد 5 سنين، افرض أبوها مات. انت معايا سيادتك يا سيدي؟ ما انا عارف ماشي، مش واكل معاك النهارده، ياكل معاها بكره. يلا يا عم. قال تاني يا شيخ. قال رضي الله عنكم، قال فرعون رجل تشاجر مع زوجته فقال في الحاشيه، في الحاشيه ما شاء الله، مهمه جدا دي في زماننا ده وفي كل زمان. يعني بتحصل كتير جدا، الراجل يتشاجر مع مراته تقول لها مروحه، يقول لها روح تضرب ابوك تبقى طالق. يبقى المراد امتى؟ لو عدت الامور كده وتاني يوم راحت بقى ولا تالت يوم ما فيش حاجة. فضل. فرع رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق، فذهبت بعد يوم مثلا فلا حنث، إذ القرينة دلت على أن المراد ذهابها وقت الحلف، بخلاف ما لو لم يكن هناك مشاجرة بينهما فيحنث بذهابها ولو بعد ذلك. يعني مراده بقى التأبيد، ولا إن رحت بيت أمك فأنت طالق، مفيش إيه لا مشاجرة ولا حاجة، في شوية مشاكل بينه وبينهم
بس برضو امتى برضو ما لازم تكون لها قرينة برضو الى متى ها الى متى الى ما لا نهاية يبقى راجل عبيط ها نعم رضي الله عنكم سيد. قال ثم قال الشارح فلو قال لا كمل الحاشة خلصت على كده اه الحاشة دي خلصت في مسألة تانية لكن يعني قلية الوقوف يعني. قال فلو قال من له عبيد وتحته أربع نسوة إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر أو ثنتين فعبدان أو ثلاثا فثلاثة أو أربعا فأربعة وطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة. وضحت الصورة ديت؟ طيب. ولو علق بكلما فخمسة عشر. آه كلما لأنها للتكرار. ودلوقتي عبد بعد بقى في طلق واحدة بقى فيها عبد حر. طلق الثانية يبقى إذا طلق كام؟ ثلاثة مش كده؟ ثلاثة بقينا أربعة. طلق الثالثة يبقى كده طلق إيه؟ ست يبقى كده كام؟ عشر. طلق الرابعة نعم يبقى كام؟ هقول كام؟ اه يبقى بالرابعة يقع طلاق خمسة. طب أراها كده حاضر. قال ولو علق بكلما فخمسة عشر. نعم الأول طلق عبد لأن نعم ها كم طلق امرأة ها لأنها تقتضي التكرار كما مر لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة فيعتق واحد بطلاق الأولى طيب وثلاث بطلاق الثانية طيب كلما طلق يعني طلق ثلاث أيوة لأنه صدق به طلاق واحدة نعم وطلاق ثنتين أيوة نعم وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث نعم وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة أربعة. وطلاق ثنتين غير الأو غير أيوه. الأوليين أيوه. وطلاق أربعة نعم. ومجموع ذلك خمسة عشر ما شاء الله في الحاشية برضو سيدنا قال قوله في خمسة عشر لأن فيها صفة الواحدة أربع مرات أيوه. وصفة الاثنين مرتين نعم. وصفة الثلاثة مرة وصفة الأربعة كذلك نعم 15 يا سيدي 15 نعم موضوع التكرار بس هو الحاشية مش موضحة في شيء يبدو يعني مش عارف اللي هي موضوع التكرار التكرار ما هو كلما تقتضي التكرار وقال كلما كلما طلقت واحدة منكن عتق عبد فطلق واحدة عتق عبد طلق الثانية عتق كام ثلاث لأنه يصدق عليه أنه طلق واحدة واثنين يبقى ثلاث طلق الثالثة يعتق ستة مش كده ثلاثة وثلاثة ست ستة زائد كام قبل كده زائد خمس ستة اللي قبل كده كانوا كام مع الثلاث احنا قلنا بالواحدة الأولانية واحد وبالتانية ثلاث وبالتالتة ست يبقى ستة وثلاثة تسعة تسعة وواحد عشر وبالرابعة يطلق كام سبعة فيها ايه ممكن نقرأ الجزئية بتاعة التعليل التاني طيب حاضر طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق عليه طلاق واحدة نعم
عفوا لأنه صدق به طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة. هكذا العبارة في النسخ؟ أيوة. لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة. لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير الأوليين. نعم. وطلاق أربعة. نعم. ومجموع ذلك خمسة عشر. نعم. يعني هو في الأولى واحد. في الأولى واحد. الثانية اثنين. ثلاث. ثلاث. العرض كلما. وفي الثالثة ثلاثة ست. بالإضافة للثالثة الأولى. أيوة. يبقى كده كام؟ تسعة. وفي الرابعة سبعة. في الثالثة أربعة. في الثالثة أربعة. أيوة. مو ثلاثة قبل كده سبعة. وفي الرابعة ثمانية. أيوة. نعم. ايوه بالصفة عرفناها خلاص. الشرط بقى الشروط هي. ايوه اكون بالشرط اللي هو ان دخلت الدار او متى دخلتي او ايوه ايوه ايوه. طب هنا يا سيدنا لو قلنا انت دخلت الدار فانت طالب فدخلت الدار. طيب هنا يعني نقول له بقى نيتك طلاق صريح ولا لا ما فيش نية يعني. دخل اذا كان هناك قرينة تدل على زمن زي ما كان الراجل بيتخانق مع امراته وقال لها ان رحت عند امك تبقى طالق فلو رحت الان تبقى طالق بكره لا. لو قصد فيه تهديد او غيره ما اعرفش انا تهديد يا شيخ ما عنديش تهديد. بند التهديد ده ملغي بالمره. بند التهديد ده في الطلاق عندي ملغي ملوش اعتبار نهائي. يعني هما الراجل جاب لك تهديد في الكتاب؟ ما انا بقول لسيادتك ما مهمه جدا ما الناس تعال بس وبلاش الطلاق يا عم الحاج. يلا يا عم. ايوه يا شيخ مصطفى. تعلق بمسألة كلما يعني كلام الشارع قد يفهم منها ان التكرار ممكن ما ينحلش به اليمين قصده ليه؟ هو هنا قال ولا تقتضي هذه الادوات تكرارا في المعلق عليه الا طيب ولم يؤثر وجودها بعد ذلك الا في كلما. ايوه يعني دلوقتي لو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت الدار خلاص انحلت اليمين وقع طلقه واحده الا في كلما. طيب لو قال لها كلما دخلت الدار فانت طالق يبقى كل ما تدخل تبقى طالق لحد ما تخلص الثلاث طلقات ومع السلامه. فهنا كلما دي ما تنحلش بوقوعها مره. لا ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت الدار تبقى كده بقت ايه حصل الطلق. ولو دخلت الدار بعد الخلع زي ما اتفقنا خلاص ده موضوع تاني خلاص انحلت اليمين ايضا. اتفضل. والحاصل المحشي قال والحاصل أنك تجمع الأعداد وهي واحد واثنان وثلاثة وأربعة ثم تزيد ثلاثة لتكرار الواحد ثلاثة مرات. نعم. واثنين لتكرارهما مرة فالجملة خمسة عشر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه فيه عندنا؟ نعم. أيوة تفضل. زوج طلع رمى يمين الطبق على زوجه. نعم. زوج رمى يمين الطبق على زوجه. أيوة. ايوه هل ممكن يرجعها وتقول هي فتره العده؟ نعم. هل يقدر يرجعها وتقول هي فتره العده طالما بيت الزوجيه؟ اذا بيت الزوجيه ولا بيت غير بيت طالما طلقها طلقه واحده اول مره اكيد يبقى من حقه يراجعها ما دامت في العده. طب انت اخي فانا حبيت اسال. لا لا ما خلاص بقى. نعم. طيب ربنا يهديه. آمين يا رب. أيوة تفضل. الله قال وغير وطلاق ومجموع ذلك خمسة عشر
ثم شرع في القسم الرابع وهو المحل بقوله: ولا يقع الطلاق المعلق قبل النكاح بعد وجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. يعني لو طلق امرأة لم تكن زوجته لا يقع الطلاق حتى ولو إيه يا شيخ أحمد، ولو تزوجها بعد ذلك. يعني لو إن تزوجتك فأنت طالق، ها ينفع؟ لا يصح، لا يقع. أيوة. بعد كده إيه بقى؟ قال أربعة لا يقع طلاقهم. لا خلاص ماشي. خير من أول أربعة لا يقع طلاقهم. ماشي. هذا وبالله التوفيق، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين. آمين.